رحت حللت في معمل عادي لقيت بيقولوا لي عندك نسبة فيروس في الكبد بنسبة عالية فيروسية، وانت محتاج تروح مستشفى يكون تخصص الشيء ده. رحت المعدة بتاع الكبد، لحظة واحدة عشان يبقى تدبين هنا، يبقى المعدة القومي للأمراض المتوطنة والكبد 10 شارع قصر العيني. اقريها بس كده عشان كمل شايف. فطبعا ايه، اما رحت ثبتوا ان انا عندي ايه نفس المرض اللي انا رايح لهم بيه اللي هو الكبد اهو اتدمر خالص اهو، وحاليا فيروس سي بتتنقل على الدم بوظ عندي الكلى والمعدة والرئة اليسرى. هو تمام حضرتك؟ فعملت جميع التحاليل عندهم، عملت جميع ما يلزم عندهم هم، قالوا لي تقرير على مكتبة الدولة عشان الحقنة بتاعتي ب 1200. هو تمام حضرتك؟ فكان معادي ان انا استلم التقرير يوم واحد، ومن يوم واحد لحد النهارده بكره رحت لهم، فقال لي احنا محتاجين الرقم القومي، وبطلع له البطاقه قلت له ننصحك نصيحه، قلت لهم قالوا لي احنا ننصحك ان انت تتعالج في مستشفى تاني احسن عشان التقرير بتاعك هيقعد له بتاع 6 7 اشهر، يعني بمعنى اصح توكل على الله. بقالي شهر ونص بتابع معاهم ومعايا كل الاوراق ايه اللي تثبت، ما كتبوليش على علاج ومشيني على كده، وحالتي بتتدهور كل يوم عن التاني. طبعا احنا بنوجه الخطاب للسيد وزير الصحة لو يرضيك الكلام ده بتاع واحد وصلت حالته لكده، كان الاول فيروس سي بس، دلوقتي الكبد اتخرم وفيروس سي سرح في الدم بوظ الكلى بوظ المعدة بوظ الرئة الشمال. لو وزير الصحة قابل بالكلام ده يطلع ويقول لنا حياة البني ادم المصري ما تلزمناش في أي حاجة عشان نبقى عارفين إن احنا عايشين في بلدنا مالناش غير ربنا.